السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. بقية الوقوف على مكامن الخلل ورسم سياسات صحية تتوائم واعتبارها حاجة أساس وليس ترف، قامت منظمة النخب والكفاءات العراقية وبرعاية رئيسها الشيخ الدكتور همام حمودي ندوة حوارية موسعة حملت شعار الواقع الصحي بين التحديات والطموح. ناقش الحاضرون موضوعات رئيسة ومفصلية في جسد المنظومة الصحية بما يسهم في بلورة أفكار مشتركة تؤسس لأرضية نموذجية تعزز من نوعية الخدمات الصحية وترفع من الأعباء المالية. فحجم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع متأتي من ارتباط الوثيق بحياة المواطن وسوء الخدمة خلال عقدين ماضيين من سوء الإدارة وتراكمات الفساد. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة ومع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة التركية، تشتد المنافسة السياسية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة اللي انتقلت فيما بينها وشكلت طاولة سداسية، وبين الصراع هذه الجبهات لم يستقر ميزان الانتخابات حتى الآن بعد تضارب استطلاعات الرأي لمن له الحظوظ الأوفر في الفوز بكرسي الرئاسة، خاصة مع حركية التحالفات القائمة وكلمة السر الخارجية لتكتسب هذه الانتخابات صفة الأصعب على الإطلاق منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل 100 عام. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. لتسليط الأضواء أمام تحديات القطاع الصحي في العراق وسبل النهوض بنوعية الخدمات المقدمة، عقدت منظمة النخب والكفاءات العراقية ندوة حوارية لقياس مؤشرات الخدمة الصحية وتصحيح عدد من إدراكات وتصورات المواطن تجاه عدد من المفاهيم السائدة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. برعاية وحضور رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي، أقامت منظمة النخب والكفاءات العراقية ندوة حوارية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الارتقاء بالمنظومة الصحية بحضور وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي وعدد من ملاكات الوزارة، فضلا عن شخصيات اجتماعية وأكاديمية في مسعى للتواصل البناء بين هذه النخب بما يرفع من نوعية الخدمة الصحية المقدمة. ملاحظات دقيقة وخاصة من الناس الذين خارج الاختصاص، ملاحظاتهم ملاحظات حيادية، ملاحظات واقعية، ملاحظات عملية، يدخلون المرافق الصحية والمؤسسات الصحية ويشاهدون بعينهم ماذا يحصل في هذه المؤسسات. إذا كانوا أعضاء بالمؤسسات أو ضمن فريق المؤسسات بالتأكيد راح يدافعون عن مؤسساتهم، فهذه الندوات بهذا الشكل باعتقادي تؤدي غرض فعال لتطوير الأنظمة الصحية ولتطوير أنظمة الدولة، إذا كانت طبعا مشروطة، إذا كانت هناك نية حقيقية للتغيير. جملة ملفات رئيسة تطرق لها الحاضرين، الأبرز فيها ما نال الاهتمام الحكومي، إنشاء مستشفيات جديدة وفتح مراكز تخصصية وتوطين الصناعة الدوائية وتذليل العقبات أمام تطبيق قانون الضمان الصحي، وصولا إلى تعزيز الاهتمام بدور الرعاية الصحية الأولية. وهذه المفردات بطبيعتها تلامس احتياجات المواطن الأساس. معالي الوزير كان صريح وواضح وأوضح كل الخطط والبرامج اللي ضمنها البرنامج الحكومي لتقديم الرعاية الصحية للمواطن، من المستشفيات، تطوير المستشفيات القائمة اللي مضى عليها عقود من الزمن، إلى بناء مستشفيات جديدة، إلى مستشفيات حاليا قيد الإنشاء استكمالها، وذكر أنه هناك العديد من المستشفيات راح يتم إكمالها خلال هذا العام إن شاء الله والعام القادم، وهي راح تقدم خدمات للمواطن إضافة للمراكز الصحية الأولية اللي أعطاها أولوية. القطاع الصحي يجب أن يحظى بهذه الأولوية، ومن خلال هذه الندوة حقيقة نرفع توصية بأن تكون موازنة وزارة الصحة لا تقل عن الوزارات السيادية المهمة، لا تقل عن موازنة وزارة الدفاع، الكهرباء، هذه وزارة مهمة تعنى بحياة المواطن. وبعد سنوات من الإهمال وصل فيها قطاع الصحة حد الانهيار، جاء البرنامج الحكومي مهتما وسريع الاستجابة للمتطلبات من خلال رسم سياسات صحية
حققت خطوات نوعية ورفعت الكثير من المؤشرات القاسية عن النظام الصحي في العراق. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور زيد محمد عضو منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية. أهلا بك دكتور زيد ضيفا كريما في الأستوديو. وينضم معي أيضا في الأستوديو الأستاذ علي فضل الله المحلل السياسي. حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك دكتور زيد، نتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني، دورها في قيادة الرأي لما تكون هي بيئة صحية جامعة لرأس السلطة مع النخب والكفاءات وحتى القاعدة الجماهيرية. هنا راح نتحدث عن هذه البيئة كيف تسهم في زيادة الوعي المجتمعي في يعني ردم الفجوة بين صاحب القرار أو صاحب أعلى سلطة تنفيذية أو جزء من هذه السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة الصحة ومع الجمهور سواء من المتخصصين أو حتى الجمهور العادي. شكرا جزيلا. بداية أحب أن أشكر قناة الأيام على استضافتي بالبرنامج مالتهم. إحنا البارحة كانت أن صراحة ورشة حوارية أو ندوة حوارية شرفنا بها معالي الوزير. أنا طبعا أحد أعضاء المنظمة، منظمة النخب، منظمة مؤتمر النخب والكفاءات. كان صراحة المنظمة أسست سنة 2004، تحتوي على الكثير من الأساتذة الأكاديميين في مختلف الاختصاصات. المنظمة يرأسها سماحة الشيخ، وطبعا سماحة الشيخ هو الراعي، الأب الروحي والراعي للمنظمة على مدى السنوات اللي مضت. المنظمات المجتمع المدني هي منظمة خاصة ذات نفع عام. منظمة الكفاءات تحتوي على العديد من الأساتذة من مختلف الأوجه ومختلف الاختصاصات. بصراحة عمدت المنظمة على مدى سنوات إلى وضع دراسة للفجوات الحاصلة ما بين الواقع وما بين اتخاذ القرار. مثال بسيط هي الورشة الحوارية اليوم أمس، استضافنا بها معالي الوزير طبعا بالتنسيق أو بالتعاون مع الأساتذة المختصين والشخصيات أمثال من الرقابة الدوائية ومن معامل الأدوية ومن المستشفيات ومن اللجان النيابية للصحة والبيئة والسلامة، وكذلك من هيئة المستشارين لغرض الوقوف على المشاكل والواقع الصحي. معالي الوزير طبعا وضح كثير من الملابسات اللي كانت في خلينا نقول غير واضحة لمدراء المستشفيات ولمعامل الأدوية، خصوصا قانون الضمان الصحي. وضح أن البرنامج لعمليات إعادة تأهيل كثير من المستشفيات. طبعا الكادر خلينا نقول اللي هو في أرض الواقع بالمستشفيات وبالمعامل نقل الصورة الحقيقية للمشاكل اللي قد تكون بعيدة عن معالي الوزير. وضحوا الاحتكاك الحقيقي مع المواطن أو مع المريض، خاصة فيما يكون بالمستشفيات. نطوا مقترحات المعالي الوزير، وكان المعالي الوزير جدا متفهم ووعد بكثير من الأمور اتجاه آلية التنفيذ للتقليل وللارتقاء بالمستوى الصحي والواقع خلينا نقول الصحي. فيما يخص أيضا معامل الأدوية، كان حسب برنامج دولة رئيس وزراء أنه نحاول أنه نسد حاجة المواطن. أيضا ممثل
هيئة مصنعين الأدوية والمعامل من كثير من الأخوة أدلوا ما في ذروهم لأجل الوصول ولحل مشاكل خلينا نقول المتعلقة بالتأخير وتسجيل وآلية إنتاج الدواء العراقي بشكل عالي وبشكل فعال يخدم الناس. شكرا أستاذ علي، فضل الله وجدت رحابي بحضرتك. نتعامل مع الصحة كأساس حاجة ملحة وليس ترف. هذا الموضوع يحتاج خطوات واقعية، وهذه الخطوات الواقعية رسمت عبر مفردات متنوعة، العمل في ميادين مختلفة ضمن هذا النطاق كما أشار لها الدكتور زيد. هل راح يرسم هذا المفهوم أساس واعي لثقة الشارع بالنظام الصحي بعد أن وصل حد الانهيار خلال مدة سابقة، وحضرتك قريب على هذا الملف؟ أبدا، شكرا لهذا الاستضافة أستاذ أحمد، تحية طيبة لحضرتك وللضيف الكريم لمشاهدي قناتكم الكريمة. عندما نتكلم عن وزارة الصحة نتكلم عن جزء أساسي من رسم السيادة العراقية، نتكلم عن جزء أساسي من تحقيق الأمن الصحي للعراق، وبالتالي الاهتمام بهذه الوزارة يعتبر حتميا على الدولة العراقية، ويجب أن يكون هنالك اهتمام كما أشار جنابك واقعي وليس مثالي من خلال التنظير. أعتقد في المراحل السابقة كانت وزارة الصحة تعاني من مشاكل كثيرة جدا، سوء الإدارة، هجرة العقول الطبية، كذلك الفساد المالي والإداري وقلة التخصيصات المالية. هذه الأمور شخصت برأيي من قبل معالي السيد الوزير الحسناوي مع بدء تسلم الوزارة، وأعطى حقيقة فرشة كاملة إلى دولة الرئيس الأستاذ محمد الشياع، وبين أنه نجاح وزارة الصحة يحتاج إلى دعم كبير من قبل الحكومة العراقية. قطعا أنا أرى حقيقة الآن هنالك تعاون كبير ما بين دولة الرئيس الأستاذ محمد الشياع ومعالي السيد وزير الصحة الأستاذ الحسناوي في موضوع إنجاح البرنامج الحكومي فيما يخص قطاع الصحة. هذا الموضوع نتلمسه من خلال أولا توطين كثير الآن من الصناعات الدوائية، وهذا ما يشجع برأيي تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى بالنسبة لا بأس بها في المرحلة القادمة، وأكيد مع استمرار الدعم سوف نصل إلى مراحل متقدمة. وهذه نقطة حيوية فيها مجالين، المجال الأول نحن من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي نحقق الأمن الصحي، وكذلك نستطيع أن نوفر وظائف كبيرة وكثيرة جدا للشباب واليد العاطلة عن العمل من خلال هذا القطاع المهم. جانب آخر برأيي أن هنالك نظرة ثاقبة من قبل السيد وزير الصحة المحترم من خلال الذهاب إلى المشاريع الصحية المتلكئة والعدم والتي لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل في المرحلة السابقة، وهذه نقطة مهمة جدا باعتبار أن هنالك مشاريع لو أهملت سوف تصل إلى مرحلة الاندثار على مستوى مستشفيات، مراكز صحية، مراكز تخصصية. أيضا من خلال هذه الملاحظة الآن بدأنا نشهد حملة كبيرة جدا من قبل معالي الوزير في افتتاح مراكز تأهيل المستشفيات كمستشفى الإمامين الكاظمين، وكذلك مستشفى السياب التعليمي في البصرة، وكذلك مراكز تخصصية للديلزة وللحروق والجراحية في كل محافظات العراق. أضف إلى ذلك أيضا الآن ورود وتجهيز مستشفيات في العراق في محافظات عديدة وكثيرة جدا بأجهزة السيتسكان والرنين والأجهزة المتطورة، والتي برأيي تساعد على تنشيط أو تقديم خدمات صحية متطورة. إذن وزارة الصحة والقطاع الصحي هو ضرورة ملحة يجب أن تكون حاضرة، وقد تكون أيضا واحدة من نقاط إعادة الثقة ما بين الشارع العراقي والطبقة السياسية إذا ما نجحت وزارة الصحة. برأيي وزير الصحة يعني يذهب إلى, إلى, إلى احتمالين، النجاح أو النجاح، فبالتالي يجب أن تنجح وزارة الصحة في المرحلة القادمة. نرى هذا الموضوع أيضا حاضر من خلال احتمالية زيادة التخصيصات المالية إلى نسبة برأيي 3 أضعاف عما كانت عليه في المرحلة القادمة الماضية وهذا ما سيحقق برأيي قفزة نوعية في موضوع تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرحلة القادمة. طيب دكتور زيد، يعني حضرتك أدرت الجلسة وورد بها خلال متابعتنا الإعلامية بأنه وزير الصحة شخص بأن واحدة من المشكلات المتأصلة في النظام الصحي في العراق هو
التوجه مباشرة نحو الرعاية الثانوية دون المرور بالرعاية الأولية، وخلال الجلسة قدم خطة عمل لتطوير هذه المؤسسات الأولية للرعاية الصحية. بمتابعتك شلون راح تساهم هذه الخطة في إحداث التغيير بمعايير السلوك الصحي؟ معالي الوزير، صراحة قدم كثير من الحلول الواقعية اللي لو تم الأخذ بها ننتقل إلى المرحلة خلينا نقول الجيدة. وجه معالي الوزير قال احنا ما نقدر نستقبل بالضمان 15 مليون مواطن، فقال ناخذ بشكل تدريجي، ناخذ عدد من المواطنين وشخص الرقم وقال شملنا الفئات الفلانية حتى نحد من مسألة انه المريض يصرف من المبالغ ما يفوق عن طاقته، وبنفس الوقت عرج على الأطباء قال احنا يكون لنا فد بروتوكول خاص على شكل وفق برنامج معين. ايضا اشار الى معالي الوزير انه بعد الطبيب اللي يكتب للمريض سي تي سكان مرتين او ثلاثه يعرض هذا الطبيب الى المساءله انه المريض سبب عدم تشخيصك الدقيق الا بشكل مباشر واعادته وهتك خلينا نقول الكاهل مالته بالمصاريف انه انت خليته يدخل الى السي تي سكان اكثر من مرتين او ثلاثه. فبصراحة البرنامج اللي قدمه معالي الوزير واللي خلينا نقول ذكره بأدق التفاصيل كان هي بداية خطوة للنهوض بالواقع الصحي للارتقاء خلينا نقول بالمستوى لوزارة الصحة العراقية تجاه المواطن. نعم أستاذ علي، نتحدث أيضا عما أشار إلى وزير الصحة إلى إشراك القطاع الصحي كجزء مهم في تحقيق التنمية وكذلك في مجال الإدارة الحديثة للمؤسسات الصحية، ونتحدث عن عقود طويلة كان القطاع الصحي يعاني من جزئية الإدارة، فبالتالي عندما يكون هنالك اتساق في العمل في المنظومة التشريعية سواء من رئيس الوزراء إلى وزير الصحة، متابعة ميدانية، إشراف مباشر، تواصل مع الكوادر الصحية الإدارية والمهنية، هل هذا سيؤدي إلى تغيير من الواقع أم أنه لازلنا نعول على وعي المواطن؟ قطعا أستاذ أحمد، موضوع القطاع الصحي في كل دول العالم المتطورة والمستقرة تجد أن هنالك تكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. للأسف في الفترة الماضية برأيي وإن كان هنالك نشاط كبير للقطاع الخاص لكنه لم يدر من قبل القطاع العام بصورة صحيحة. من المفترض أن تكون هنالك إدارة تنسق ما بين الجهد العام لدوائر الدولة والمؤسسات الحكومية وما بين القطاع الخاص في موضوع أولا توفير النقص الحاصل في القطاع العام من خلال القطاع الخاص، والعمل حقيقة أيضا على خدمة البلد من خلال وجود وظائف كبيرة جدا في القطاع الصحي، باعتبار أن القطاع الصحي يستطيع أن يستوعب مهن كثيرة جدا لا سيما المهن الصحية بالإضافة للوظائف الساندة في هذا المجال، وهذا ما سيحقق أيضا وظائف وكذلك يوفر برأيي وفرة كبيرة في موضوع العملة الصعبة، باعتبار أنه كان عندنا مشكلة في موضوع القطاع الصحي عندما فقدت الثقة بمؤسسات الدولة العراقية والقطاع العام في الفترة الماضية. لذلك شاهدنا أغلبية العوائل العراقية التي لديها مشاكل صحية بدأت تهاجر إلى دول الجوار أو دول العالم من أجل تلقي العلاج، وهذا ما يحقق برأيي خسارة كبيرة جدا للقطاع الخاص العراقي. السيد معالي وزير الصحة السيد الحسناوي وضع في حساباته أنه يجب الاهتمام في بقطاع الخاص الصحي، ومن خلال هذا الاهتمام برأيي سنحقق أكثر من مغزى، وهو المغزى الأول هو تحقيق التكامل ما بين القطاع الخاص والعام في تقديم الخدمات الصحية، كذلك العمل على تقديم خدمات صحية مضمونة مكفولة مراقبة من قبل الدولة العراقية، وهذا ما سيحقق برأيي جودة في تقديم الخدمات الصحية للمرحلة القادمة، وأيضا يعيد الثقة بالمؤسسة الصحية العراقية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل المواطن العراقي، وسيحقق أيضا أرباح كبيرة جدا للموازنة العراقية. أيضا السيد وزير الصحة وضع في حساباته ترشيد الاستهلاك، نعم زيادة الموازنة العامة للقطاع الصحي، لكن بالمقابل هو لديه ملاحظات بحكم الخبرة
ورجل لديه إدارة لوزارة الصحة في الفترة الماضية، وقد تعد من أحسن الفترات في تلك المرحلة، واستطاع العراق أن يحقق على مستوى البنى التحتية وحتى على مستوى اللوجستي في من خلال تجهيز الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة الأولى للسيد وزير الصحة مع الوزير صالح الحسناوي. هذه الخبرة ستوظف برأيي للمرحلة القادمة. بدأنا نتلمس هذه الآثار من خلال الإدارة الجيدة والميدانية. طبعا قد يكون فاتني أذكر نقطة مهمة، وجود وزير الصحة الآن لو نلاحظه أغلبية الوقت هو خارج المكتب، ونلاحظه دائما موجود في القطاعات الصحية في المستشفيات في المراكز الصحية في المراكز التخصصية. وجود المسؤول عن قرب في ميدان العمل هذا قطعا سيحقق برأيي خدمة كبيرة جدا للمواطن. أولا وجود المسؤول سيضع المشاكل حقيقة على الطاولة، ولا نحتاج للوسيط لنقل المشاكل. كذلك ستجد المعالجة تكون سريعة جدا، باعتبار أنه عندما يكون الوزير بالقرب من تحديد المشاكل سيضع الحلول السريعة، وهذا ما سيقلل الهوة الزمنية في موضوع التشخيص والمعالجة. قطعا سيكون المستفيد من هذه المعالجة المواطن العراقي من خلال وجود قطاع صحي متكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا ما يصطلح عليه بالقيادة الخادمة عندما تكون هذه السمات قائد المؤسسة. دكتور زيد، يعني نتحدث عن يعني خصوصية وزارة الصحة، بل مفهوم الصحة بشكل عام له ارتباطات وثيقة بالجانب الدولي والشأن الصحي الدولي، بالتالي نتحدث عن آفاق التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية المعنية بالصحة لتعظيم هذه النتائج المتحققة. كيف أشار لها الوزير خلال الجلسة؟ نعم، مطلع بداية كلام معالي الوزير قال من نذكر وزارة الصحة رأسا يروح إلى ذهن المواطن أنه المستشفى. حقيقة الأمر ذكر معالي الوزير أنه وزارة الصحة هي إدارة في كل شيء، وليست فقط عيادة ومريض ومستشفى. فيعني وزارة الصحة من ناحية العمل فتشمل كثير من المؤسسات اللي تدخل بالجانب الصحي، سواء كان استيراد أدوية، سواء كان تطوير معامل أدوية، سواء كان عيادات خارجية أو عيادات داخلية. فيما يخص الـ NGO الـ Non-Organized Government دائما أكو بروتوكولات تدعم الجانب الصحي، أكو فد فاند معين يدعم فد برامج يتم تطبيقها من خلال وزارة الصحة، الغرض من عندها الارتقاء بالمحاولة رفع المستوي المستوى العلاجي من ناحية خلينا نقول الدواء للمريء للمواطن العراقي. ذكر أمثلة أخرى، قال في الأردن بدأت تستقبل السياحة الطبية من سنة 1989، وبعد كم سنة لو تلاحظ الأردن أصبحت مركز يستقطب حالات من خارج الأردن لكي تعالج في عمان. فطموح معالي الوزير أنه يتم تغطية كافة احتياجات العراق من الخدمات الطبية بمختلف أشكالها بمساعدات أو ببروتوكول خاص بالحكومة، وصولا إلى أنه يصير عندك نوع من أنواع أن أنت تستقطب أيضا حالات أجنبية. وأشاد أيضا بالإدارة بداخل المستشفيات، وعرج على موضوع الإدارة الأجنبية وشرح تفاصيلها ضمن خلينا نقول الجلسة الحوارية اللي طيب. عفوا اللي تصير من خلال ذكر الكادر الأجنبي، خلينا نقول نقل الخبرات من دول أجنبية إلى العراق، وكذلك تدريب الكادر مالت المستشفيات أو الكادر الإداري في وزارة الصحة إلى أعلى مستوى للارتقاء بالصحة. طيب، شكرا جزيلا الأستاذ علي. يعني كل هذه المحاور نصل إلى مفهوم لربما لم يطرح ولكن يستشعر. حضرتك محلل سياسي ولديك الخبرة في هذا المجال، ونتحدث عن قيادة الرأي، الوصول إلى الجمهور، تحقيق معايير الشفافية والنزاهة. عندما يأتي وزير الصحة ويقول بأن أبواب الوزارة مفتوحة لكل الجهات الرقابية،
وجميع هذه المؤسسات ونتعاون وياهم بمبدأ الشفافية. هنا لما يعني نأتي إلى هذه الفقرة، وحضرتك كنت يعني سيف ودرقة للكثير من المؤسسات اللي حاطت نفسها بملفات فساد واخترقت كل هذه الأشياء ووضعت النقاط على الحروف. نتحدث عن هذه الشفافية في هذا الوقت بالذات، واتساق هذه الجزئية المهمة بتحقيق معايير الحكومة التي وسمت نفسها بأنها حكومة الخدمة الوطنية. شوف أستاذ أحمد، ملاحظة جميلة من جنابك في هذا السؤال. هذا التحرك حقيقة من قبل السيد معالي وزير الصحة بهذا الاتجاه يعطي انطباع جيد على أنه إدارة الوزارة ماضية حقيقة في موضوع محاربة الفساد المالي والإداري وتقليل الهدر في المال العام من خلال وجود إجراءات دقيقة جدا في موضوع التعاقد وتقديم الخدمة، باعتبار أن وزارة الصحة كانت تعتمد في المرحلة السابقة اعتمادا كليا على الاستيراد، والاستيراد برأيي سبب مشاكل كثيرة جدا للعراق حتى في طريقة التعاقد ووصول الأدوية. كنت جنابك قد يكون يغيب عن حضرتك أو كثير من المشاهدين أن طريقة التعاقد في وزارة الصحة تحتاج إلى قرابة سنة أو أكثر حتى يتحقق أو تتحقق وصول المواد الطبية من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى العراق. هذا الموضوع برأيي تم العمل على معالجته، أولا في تقليل الإجراءات الروتينية في طريقة التعاقد، وبالتالي تقليل الإجراءات الروتينية يعني تقليل الفساد المالي والإداري في موضوع وصول الأدوية. جانب آخر، العمل على توطين حقيقة الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال وجود مصانع حكومية أهلية عراقية، هذا يعطي انطباع جيد على أنه فعلا الوزير جاد في تحقيق مستوى عالي من الشفافية. بالمقابل هذا سيخلق حالة من الثقة ما بين المواطن العراقي والوزارة، وبالتالي سينعكس إيجابا على أداء الحكومة العراقية، وهذا ما يطمح حقيقة دولة الرئيس الأستاذ محمد الشياع على تحقيقه من خلال البرنامج الحكومي. إذن هنالك تعاضد ما بين النظرية والتطبيق في موضوع البرامج الحكومية، وبالتالي نحن ماضون في تحقيق قفزة نوعية في المجال الصحي من خلال الأداء الجيد والدقيق لوزير الصحة والكوادر الطبية في موضوع تقديم الخدمات الصحية للمرحلة. أستاذ علي، هذه إثراءات مهمة جدا، وتتفضل البقاء معي لمتابعة الملف الثاني في هذه الأثناء. تقدم بالشكر الجزيل للدكتور زيد محمد، عضو منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية، ضيفا كريما. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. شكرا جزيلا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، ضيفا كريما في الاستوديو. دكتور خالد، أهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك انضم معي عبر سكايب السيد محمد علي أردوغان، المحلل السياسي من تركيا. دكتور خالد، نتحدث عن الانتخابات التركية وبدء العد التنازلي لهذه الانتخابات. أسأل جنابك، وفق أي المقاييس تعد هذه الانتخابات هي الأصعب كما وصفها المتخصصون منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل 100 عام؟ لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك دكتور أحمد والضيف العزيز والجميع مشاهدي قناة الأيام، وشكرا لهذه الاستضافة. هذه الانتخابات تأتي في إطار وضع اقتصادي تعاني منه تركيا، اختلافات في وجهات النظر ما بين التحالف الجمهوري الحاكم وما بين قوى المعارضة، لا سيما الحزب الشعب، ومن ثم الحديث عن حزب الشعوب الديمقراطية التي دفع حزب الجمهوري الحاكم دعوة إلى وقف هذا الحزب بفعل أنه يرتبط بحزب العمال الكردستاني، وأن الحكومة قد أشارت بشكل بأن الذي يرتبط بهذا الحزب هو يعمل وفق قاعدة التنظيمات الإرهابية، سيما أن تركيا جعلت حزب العمال الكردستاني فضلا عن قضايا الزلزال الذي ضرب تركيا و سورية، وأشار أيضا إلى قضايا كثيرة في الفساد في عملية البناء والإنشاءات، وبالتأكيد كانت هنالك إجراءات صارمة اتخذتها من قبل الحكومة من قبل الرئيس التركي أردوغان، فضلا عن التحديات التي تعيشها تركيا وفق التوازنات الإقليمية وملف الروسي الأوكراني والملفات الأخرى التي تتعلق بعلاقات الخارجية مع دول شمال أفريقيا، والحديث عن تقارب وجهات النظر ما بين تركيا ومن المنظومة الخليجية ومن ثم جمهورية مصر. مع ذلك أنا أتوقع أن هنالك اليوم ضغط كبير جدا فيما يتعلق بالصراع حول من سوف يصبح
رئيس التركي القادم، لا سيما ان هنالك اربع احزاب من المعارضه قدمت طعونها ضد شخصيه الرئيس التركي المرشح الاردوغان باعتبار انه رشح عام 2014 ورشح في عام 2018، لكن هنالك حديث من الماده الدستوريه 101 والماده الدستوريه 106 و116. نعم. 101 تتحدث عن لرئيس الجمهورية الحق أن يرشح لمرتين، أمد هذه المدة 5 سنوات. أردوغان كان في 2014 رئيس وفق النظام البرلماني، لكن في عام 2018 30 نيسان تحول النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وبالتأكيد ما أعلنت عنه أيضا الجهة التي ردت الطعون ليس فقط ضد أردوغان وإنما ضد كمال أوغلو زعيم حزب الجيد وايضا في او حزب تحالف الشعب وما يتعلق حتى في اطار زعيم حزب البلد. نعم. كل ما يتعلق بهذا الامر انا اتوقع شكل ضاغطا كبيرا جدا ما بين التحالفات. انا اتوقع ان هنالك تحالفات صراع ما بين تحالفات كبيره، تحالف الجمهوري الحاكم وتحالف الشعب، هما المساران او هما التحالفات الكبيرة فضلا عن تحالفات صغيرة قد لا تلبي طموحات الشارع التركي، لكن أنا أتوقع سوف يكون لشباب التركي دور كبير جدا في حسم طبيعة أحد هذه التحالفات أو المرشحين على الناخب يعني. وهنا بيت القصيد يعني نتحدث، وتحدث حضرتك الدكتور خالد عن موازين القوى اللي تنحصر بين رقمين صعبين أردوغان وكليتشدار أوغلو، وحتى مراكز الاستطلاع ما استطاعت أن تحسم الموقف حتى الآن، ولم تعتمد ثقل وأرجحية أحد الغريمين. نتحدث هنا عن ما سيكون في يوم الانتخابات، هل سيقول الشعب التركي قولته؟ هناك تعويل على الناخب، الناخب بماذا يتأثر؟ بالدعاية الانتخابية أم ب الخدمات المقدمة أم أمور أخرى؟ أنا أتوقع أستاذ أحمد كل ذلك يتعلق بمستوى تقديم الخدمات. ما حدث في تركيا في عام 2016 من انقلاب، وبالتأكيد هذا الانقلاب أثر بشكل كبير جدا على الداخل التركي وأيضا على المستوى الخارجي وطبيعة العلاقات التركية مع دول الخارج، لكن مع ذلك أنا أتوقع عودة أردوغان أثرت بشكل كبير جدا على مستوى حتى القضايا الداخلية، مسألة حرية الصحافة، مسألة اليوم المحاكم تجاه العسكريين، وبالتأكيد هذه ما أثارت حفيظة المعارضة وزعيم حزب المعارضة اللي هو حزب الشعب الجمهوري، هذا الحزب الذي كان قابضا على السلطة منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة لغاية مجيء أحزاب أخرى اللي هي في تسعينيات القرن الماضي، منها الرفاه ومنها العدالة والتنمية، وبالتأكيد تغيرت وتبدلت الصورة بالطريقة التي جاءت لكي تشكل نقلة نوعية في الاتجاهات التي اتخذها حزب العدالة والتنمية على مستوى السياسات التنموية. مثل ما تفضلت قد تكون ورقة الشباب التركي نسبة البطالة، نسبة المهاجرين الأتراك، تدني سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي، العقوبات الاقتصادية الأمريكية بفعل القس جونسون في ذلك الوقت، والضواغط الأمريكية على تركيا، القضايا الخارجية مع القضايا الداخلية فضلا عن القضايا التنموية في مناطق شمال شرق تركيا، الحديث عن حزب العمال الكردستاني وعملية التطهير في اتجاه القومية الكردية، كلها قد تكون قضايا أنا أتوقع تؤثر لذلك. بالإضافة إلى ذلك هناك قضايا داخلية، عذرا المقاطعة دكتور خالد، يعني في هذه الأثناء أرحب بالسيد محمد علي أردوغان مرة أخرى ينضم معي عبر سكاي من تركيا. لا أعلم إن سمعت ضيفي الكريم الدكتور خالد عبد الإله أثرى بعض التفاصيل في هذا الحديث، ولكن أسأل جنابك سيد أردوغان، نسب اليوم لما نتحدث عن أن هنالك انشقاقات وانسحابات، غياب الثبات، وقوف التحالفات على رمال متحركة، بصراحة يصعب قراءة المشهد التركي، كيف تنظر إليه من وجهة نظرك؟ طبعا تركيا انتخابات
هناك اتفاقيتين تحالفات اساسيتين، تحالف الجمهور وتحالف الامه او تحالف المله كما يقولوا. طبعا في كلا التحالفين يوجد اشتباهات، يعني مثلا يوجد الاحزاب الاسلاميه في كلا التحالفين، يوجد احزاب العنصريه مثلا العنصريه التركيه، يعني حزب الحركه القومي يوجد في تحالف الجمهور، وحزب الجديد يوجد في تحالف الامه. وهناك يعني في كل اسبوع يتجدد او يتغير المشكله بالنسبه للتحالفين. الان مثلا المشكله اللي بالنسبه لتحالف الامه تحالف المله هو مساله ترشيح محرم انجا، ترشيح محرم انجا، يعني يريد كمال كليشترولو مرشح تحالف الأمة أن ينسحب محرم إنجا عن مرشحية الرئاسة. نعم. لأن محرم إنجا هو يأخذ من أصوات جمهور كمال كليشتار أوغلو. قبل هذا في الانتخابات الماضية، في انتخابات 2018، كان محرم إنجا هو مرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب كليشتار أوغلو للرئاسة. وبعد الانتخابات فاز رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية، وبعدين انفصل محرم إنجا. طيب، ولكن الظروف الحالية يعني أشار لها أستاذ محمد، والآن هو مرشح للرئاسة. نعم. وحزب البلد أيضا يدخل في السيد أردوغان. يعني نعم. إذا تسمح لي أستاذ محمد، الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية أشار إلى أنه، إذا تسمح لي، أشار الدكتور خالد عبد الإله ضيف الكريم بأنه نسب الرخاء المنكمش في تركيا، الزلازل اللي حدثت، هذه كلها عوامل تحاول أن تغير من الفرص والحظوظ للسيد أردوغان. أسأل حضرتك، هل سحبت من أوراق أردوغان الرابحة وحولتها كنقاط قوة للمعارضة؟ أردوغان الآن قبل الانتخابات يستعمل جميع الأدوات، يعني مثلا بعد الزلزال دائما يذهب مع الرؤساء أحزاب تحت تحالفه، تحالف جمهور، إلى مدن الزلزال، إلى مناطق الزلزال. وبعدين كل أسبوع، كل يوم، مثلا هذه اليوم بدأ السيارة التركية اسمه توك، بدأ بالشريان والبيع يعني. واليوم مثلا طار طائرة الحرب باسم قزل ألمى، مش طائرة حرب بدون طيار، هذا طائرة حرب بالطيار. نعم. هناك يوجد طيران للتست يعني. كل هذا مثلا في مسألة الاقتصاد، يعني في مسألة الاقتصاد وفي المسائل الأخرى، أردوغان يستخدم كل الأساليب لكي يفوز بهذه الانتخابات. طيب. بعد هذه الانتخابات طبعا. طيب. يعني هذه الأساليب اللي تحدث عنها أستاذ محمد، يعني لما يستخدم يعني أردوغان كل الأساليب لو سمحت لي مثلا. خلينا ننتقل لدكتور خالد عبد الإله. يعني دكتور خالد، لما تحدث السيد أردوغان عن استخدام كل الأساليب من الرئيس الحالي، نتحدث عن أكو أسلوب لربما يجب أن ننص عليه، كلمة السر الخارجية، لمن ستقال هذه المرة؟ لحزب العدالة والتنمية أم لأحزاب الطاولة السداسية؟ يعني سؤال مهم جدا. لا ننسى اليوم الفعالية أردوغان خارجيا واضحة، الأزمة الروسية الأوكرانية استثمرها الأتراك بطريقة واضحة، دخول تركيا في إطار مبادرة الأمم المتحدة لعملية تصدير النفط وتأمين خروج هذه السفن من الموانئ،
على البحر الأسود من أوكرانيا ثم تأتي إلى تركيا للتفريغ. الدور واضح. أيضا المبادرة الروسية التركية فيما يتعلق تقريب وجهات نظر، صح كانت هنالك اتهامات من قبل روسيا لتركيا في بداية الحرب أن تركيا تزود طائرات بالقدار إلى أوكرانيا، لكن مع ذلك تغيرت وتبدلت الصورة. اليوم أيضا تركيا لديها تغيير في سياساتها الخارجية تجاه المنطقة العربية والإسلامية، ولاحظنا عملية التغيير في إطار ما يتعلق بالتقريب وجهات النظر ما بين دور قطر مع دول الخليج، مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، وتبدلت وتغيرت الصورة. مع الولايات المتحدة الأمريكية هنالك أيضا تغير وتبدل في الاستراتيجية، وبدأنا نلاحظ بأنه مسابقا كانت هنالك تهديدات عدم إعطاء طائرات F-16 لتركيا بفعل مواقفها مع روسيا الاتحادية من ناحية، وفعل أيضا ما يسمى ب S-400 التي أيضا تم توقيعها باتفاقية ما بين تركيا وبين روسيا الاتحادية، وتم تزويد هذه المنظومات إلى تركيا. أيضا الملف النووي، اليوم هنالك اتفاقية ما بين روسيا مع تركيا في إطار بناء مفاعل نووي مهم جدا. أيضا أنبوب السيل الغاز ما بين روسيا وتركيا إلى مناطق جنوب أوروبا، كل هذه المناطق أو كل هذه المواقف مع بلدان العالم. تبدل وتغير أيضا سياسة تركيا تجاه أوروبا، ولا سيما ألمانيا وفرنسا التي كانت تتخذ مواقف متشنجة، لكن أردوغان أيضا عاد ترتيب صياغة علاقات الخارجية بما يؤمن هدوءا واستقرارا داخليا لكي يستطيع أن يعود مرة ثانية بجولة رئاسية ثانية. وهذه أيضا سياسة تحسب لأردوغان في إطار مبدأ تصفير الأزمات الذي طرحها أحمد داود أوغلو، ولكن أراد أردوغان أن يفعلها وفق رؤيته الجديدة في بناء سياساته الخارجية. هذه السياسات أنا أتوقع قد تختلف أو تتقاطع فيما بعد أن يفوز أردوغان لولاية رئاسية ثانية وفق هذا المعنى. طيب، هنا أيضا قضية مهمة جدا أسأل حضرتك عنها أستاذ محمد، يعني ماذا عن معادلة الكرد الذين يشكلون 15% من المعادلة الانتخابية، وأيضا هنالك من يضع خطوط حمر تحت متغير جديد هم المجنسون السوريون، لمن ستميل هذه الكفة؟ لي؟ نعم، معك أستاذ محمد. يعني أصوات الأكراد هناك أصوات استراتيجية جدا، يعني قبل هذه الانتخابات، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شهدنا انتخابات البلديات، وأصوات الأكراد خصوصا أصوات الداعمين لحزب الشعوب الديمقراطي كانت أصوات استراتيجية في انتخابات بلدية إسطنبول وانتخابات بلدية أنقرة وانتخابات في بلدية أدنا وأنطاليا وهكذا في جميع المدن الكبرى. في هذه الانتخابات أيضا هكذا، يعني حينما نحاسب الأصوات، يعني استطلاعات الرأي، حينما نشوف نرى هناك أصوات كمال كليشتار أوغلو أكثر من 50% وأكثر من أصوات رجب طيب أردوغان، بسبب أن حزب الشعوب الديمقراطي في استطلاعات الرأي أصوات حزب الشعوب الديمقراطي في 112% أو في 113-14% هكذا. وحزب الشعوب الديمقراطي أعلن أنه لا يكون لهم مرشح لرئاسة الجمهورية، وهم يدعمون كمال كليشتار أوغلو، وكمال كليشتار أوغلو قبل أيام زار رؤساء حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي. يعني أصوات الداعمين لحزب الشعوب الديمقراطي هو يتغير المسألة، يعني هو يتعين أظن الداعمين لحزب الشعوب الديمقراطي يصوت لصالح من هو سيفوز الانتخابات في الانتخابات الرئاسية. طبعا هناك مثلا حزب الشعوب الديمقراطي هو حزب كبرى للأكراد في تركيا، لكن في تحالف الجمهور، تحالف أردوغان، يوجد أيضا حزب كردي إسلامي اسمه أودابار، اسمه حزب الدعوة الحرة، هو
يعني القريب إلى حزب الله، حزب الله الكردي أو حزب الله في تركيا. يعني نشطاء حزب الله كان قبل طيب 2000، هناك بعض النشاطات المسلحة كان منظمة اسمح لي أنا قاطعك أستاذ محمد، متشددة، مش له علاقة بحزب الله من لبنان أو حزب الله في العراق أو حزب الله في المدن الأخرى. هذه تحليلات في هذه الأحزاب على هذه الشاكل. أستاذ محمد خلينا قاطعك حتى أنتقل إلى الدكتور خالد عبد الله. دكتور خالد، يعني هذه الخرائط السياسية، هل يمكن اعتبار حزب الشعوب الديمقراطي هو الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني؟ وهنا راح أتحدث عن بيضة القبان في الانتخابات التركية. يعني هذا ما يؤشر عليه فيما يتعلق بالتقريب ما بين وجهة نظر كمال أوغلو مع حزب الشعوب الديمقراطية، والحديث عن أيضا تشكل تحالف جديد، لأن حزب الشعوب الديمقراطية كلنا يعرف حزب تشكل في عام 2012 وبالتأكيد شارك في انتخابات 2015 على مستوى البرلمانية، وكان هنالك حديث عن حصوله على 11.6 من الأصوات، ثالث كتلة نيابية، لكن بفعل أيضا التقاطعات ما بين حزب العدالة والتنمية والتحالف الجمهوري الحاكم والحركة القومية، كلها أدت إلى أن يكون هنالك تغير في إطار المواقف وتشنج في طبيعة العلاقة الحزبية في داخل البرلمان، لا سيما بعد التصويت على الدستور التركي الرئاسي، ومن ثم تحويل النظام من نظام برلماني إلى رئاسي، بدأ الحديث عن أن هذا الحزب يرتبط بشيء من آخر، وكانت هنالك دعاوى أمام المحكمة الدستورية لتجميد هذا الحزب. الحزب يعي حقيقة بأنه قد يكون هنالك قرار قبيل الانتخابات في 14 مايو، لذلك سوف يحاول أن يتخذ اسما بدينا له لكي يستطيع من خلاله أن يفعل أو يبحث عن من يدعم ما يدعمه من خلال ترشيحه لشخصية تنافس أردوغان وفق هذا المعنى. وبالتأكيد هذا ما يراهن عليه الحزب الشعوب الديمقراطية كحزب كبير يمثل نقطة جوهرية مهمة جدا في السياسة التركية، لا سيما أن بعد دخوله المعترك السياسي بدأ يتحدث بأنه ليس حزبا يتحدث باسم القومية الكردية بقدر ما يتحدث عن الأمة التركية، وهذا ما غير صورة الحزب تجاه تحالفاته في السابق، وأيضا عقد من مسارات الحديث عن التفاهم والحوار مع حزب العدالة والتنمية الذي كان يرأسه أردوغان في ذلك الوقت. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الله، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، أثريت الحوار في هذا الملف، وأشكر كثير لحضرتك الأستاذ محمد علي أردوغان المحلل السياسي، انضممت معنا ضيفا كريما عبر سكايب من تركيا. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.